حالات انفجار واحتراق السيارات المحورة إلى نظام الغاز تتكرر وبكثرة بسبب عدم وجود وسائل الأمان والسلامة. هذه المرة في محافظة كربلاء، حيث احترقت سيارة تاكسي تعمل على نظام الغاز. طبعا هناك تحذيرات متزايدة من تصاعد هذه الحالة مع ارتفاع درجات الحرارة، وكما استمعنا إلى الناشط في فصل الصيف والتي تصل في العراق إلى أكثر من 50 درجة مئوية. دعونا نشاهد المقطع التالي. هاي السايبة محورة غاز، هاي العالم في كربلاء بالشارع تمشي تضرب هاي السيارة محورة غاز. شوفوا شو قاعد تسوها. خلت تشوف هاي الحكومة الجديدة، هذه الحكومة قراراتها تقول تحور غاز. هاي حكومة عبد المهدي. خلي نشوف عبد المهدي، خلي نشوف هاي حكومته. شوفها، يا شوف هاي الوادي اللي واقفة. خلي نشوف